مشاهدينا الاعزاء وين ما انتم وين ما كنتم، تحيه كبيره لكم دائما وابدا عبر شاشتكم تلفزيون السلام، واهلا وسهلا فيكم في اطار جديد من برنامج اهل رمضان، برنامج منتظر دائما مميز في جوائز وفي معلومات. اليوم برنامجنا اكيد مميز باكثر من ذلك بانه تحت رعايه مميزه من شركه مجمع الاداره التجاريه شداد اخوان، من شركه مجمع الاداره التجاريه في جنين سيده الظهر. اكيد شركه مجمع الاداره التجاريه منتجات مميزه من مختلف دول العالم، من استيراد هذه الشركة المميزة تقدم إلى السوق الفلسطينية، من تركيا، من الصين، من تايوان، من كل مختلف دول العالم، من ماليزيا تقدم للسوق الفلسطينية، ومنتجات أكيد معروفة لكم مثل أرز الضيافة، أرز بسمتي، وأيضا إفريشة، المشروب ذات المذاق العالي بالأطعمة المختلفة. مشاهدينا اليوم برنامجنا من سلفيت وراح يكون كمان من طول كرم، راح نخلط اليوم برنامج متسابقين من سلفيت ومن طول كرم، راح نجمعهم ببرنامج واحد لنأكد على انه حالنا واحد وابناء شعبنا دائما على قلب رجل واحد، وبالتالي من سلفيت لطول كرم كل المحبة ورمضان كريم. مع مجمع الإدارة التجارية خليكم معنا لنشوف هالأجواء من سلفيت ومن طول كرم، كل عام وانتم بخير. من سلفيت دائما كل الحب والمحبة لكم، ومن شركة شداد اخوان مجمع الإدارة التجارية كل الحب والمحبة لكم، كل عام وشعبنا الفلسطيني بألف خير، كل عام وانتم بخير. أمين. كل عام بخير وصحة وعافية ربي الله. أهلا وسهلا فيكم. الله يرضى عنكم. تعرف عليك. عبد الرحيم فرج التري. أهلا وسهلا فيك، تعرف عليك. عبد الجليل تراب زيت. أهلا وسهلا فيكم، شرفتوا وأنستوا، كل عام وانتم بخير وشعبنا الفلسطيني بخير. شو ظروف رمضان عندكم في سلفيت؟ طمنونا. والله إن شاء الله خير، إن شاء الله خير، الوضع صعب. صعب، أنت شايف نايم شوي، الوضع مدهور. من كورونا، من الأحوال الاقتصادية، وهالمعاشات القليلة، وهال كلهم يعني إن شاء الله ربنا بيجيب الفيل خير. رمضان معك تمام يا حاج؟ منيح تمام، وصومك وصلك وصلك يا سيدي، ربنا يعطيك العافية والصحة صح ويقويك إن شاء الله. إن شاء الله. طيب سيدي، إحنا أكيد مبسوطين لأنه إحنا معاكم، واليوم برنامج برعاية كريمة من شركة شداد إخوان، شركة مجمع سيدة الظهر التجارية. بتعرف منتجاتها تعرف يعني زي فريشر او فريشة، مثل ارز بسمتي، ارز الضيافي، كل هاي منتجات من شركة شداد اخوان. يعطيهم عصير فريشر. تحبوا؟ تعرف ان شاء الله جربته. يلا ان شاء الله بتكونوا من الرابحين معنا. سؤالنا لكم، اول دولة في العالم اخترعت الورق، اي دولة؟ الورق. ورق. تعرف؟ ورق. اي دولة اخترعت الورق؟ اي دولة اخترعت؟ يلا نعطيكم خيارات، يلا نعطيكم خيارات. الخيارات كالتالي: مصر، اليونان، الصين. صين. صين. جواب نهائي. صين. شو رايك؟ والله بجوز مصر. مصر. انت تقول صين. صيني. تقول مصر. مصر. تعرف شغلي، انت ما فكرتش، هو فكر بس إجابتك أنت الصح. إجابة صحيحة، هي الصين أول دولة اخترعت الورق، وبالتالي هي جائزتك مقدمة من شركة شداد إخوان مجمع سيادة الإدارة التجارية. خليك عندي، تسلم عليك. طيب أقول لك كل عام بخير. خير. شو بتقول لشركة شداد إخوان؟ محترمين. وأنت محترم، كل عام بخير. خير. شكرا لك. متواصلين معكم مع شركة شداد إخوان، شركة مجمع سيادة الإدارة التجارية، أكيد مميزة جدا، كل الاحترام والمحبة لكم وين ما كنتوا، كل عام بخير. وأنت بخير. أعرف عليك. سعد حسام. اهلا وسهلا فيك، من وين يا سعد؟ خربة كيس. اهلا وسهلا. كيف الاجواء هنا في سلفيت في رمضان؟ الحمد لله تمام، اجواء حلوه مميزه. مميزه ما شاء الله. اكيد كل الاحترام لاهلنا ومحبتنا لاهلنا في سلفيت، محبه كبيره ان شاء الله بتجمعنا في الشهر الكريم. اليوم برنامجنا برعايه كريمه من شداد اخوان، شركه مجمع سيله الظهر التجاريه، بتعرف؟ حياك الله. الاغلب لا، الاغلب بس لا، بس الظهر ما شاء الله. بدي اذكر لك اسماء منتجات وكل بتعرفها ولا لا. ارز الضيافي بعرف، من المنتجات اللي بتقدمها شركة شداد إخوان. إفريشة. فريش قصدك؟ لا. حليب بعرف. مش حليب. لا. عصير. عصير بيجي عصير هو. فريشر. 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 تعرفه؟ بعرف. هاي طلع صورته. بعرف. تعرف. أرز بسمتي. بعرف. طيب هيك تعرف منتجات شركة شداد، على الأغلب إنك تعرفها مش تعرف. هلا صار فيك صديقي. صديقي تلفوني خلاني كثير بس مش مشكلة، في مجال هيك نطفي شوي بس. شام السيارة بكاتل. طيب أنا بدأ كمان أطفي تلفوني بالعشرين. طيب جاهز السؤال؟ جاهز.
يلا هلا بنعطيك سؤال سهل ان شاء الله، طبعا مع هالاجواء المميزه مع القطايف. تحب القطايف انت؟ بحبها. يلا، من هي اول دوله فازت بكاس العالم عام 1930؟ مشكله الرياضيات شوي ضعف. الرياضه عندك ضعيفه؟ ضعيف صحيح. يلا ركز منيح، ما هي اول دوله في العالم فازت بكاس العالم عام 1930؟ عربيه يعني؟ اسبانيا؟ لا لا، مش عربيه ولا اسبانيا. اعطيك خيارات، هل هي البرازيل، الارجنتين، الباراغواي، الارجواي؟ الارجنتين. ركز منيح، البرازيل، الارجنتين، الباراغواي، الاورجواي. الاورجواي واحده. الاورجواي الرابعه. الاورجواي. صحيح. انو نكرك اياها ذكرني اياها، مش هذيك هذيك. انا بدي ابكي. مو في عندك اربع خيارات، اخترت الارجنتين بعدين شو كلت الاورجواي. صحيح. طيب تعال يا مجد، تعال يا مجد. اجابه صحيحه اكيد، كل الاحترام لك. دائما بقول لك كل عام وانت بخير، وهي منتجات شداد اخوان شركه مجمع سيد دار التجاري صارت بايدك. شو بتقول لهم؟ السلام لما ديكم، وشهر رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله، ينعاد علينا وعليكم بالخير ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. مشاهدينا متواصلين معاكم، وكما كنا من سلفيت قبل قليل باجواء سلفيت المميزه، واكيد سلفيت وطول كرم دائما في اطار واحد في هذا العالم المميز من شهر رمضان. واحنا متواصلين معاكم مع شركه شداد اخوان، شركه مجمع سيد الظاهر التجاريه. اهلا وسهلا فيك، نتعرف عليك. محمد عواد. اهلا وسهلا فيك يا اخ محمد ابو اشرف، كيف حالك؟ زين بيك. كيف امورك؟ الحمد لله. رمضان هاي السنه كيف شايف؟ الحمد لله رب العالمين. كيف حال الامور؟ ماشي احسن من السنه الماضيه؟ يعني ان شاء الله. اليوم برنامجنا برعايه كريمه من شداد اخوان مجمع سيد الظاهر التجاريه. بتعرفه؟ بتعرف منتجاته؟ شو بتعرف من منتجاته لسيد الظهر التجاري؟ مجمع سيد الظهر التجاري كل شيء، المواد التموينية فيها. في يعني مثلا زي أرز الضياء. في بالضبط أرز بسمتي، في هاي فريشار. في فريشار بيحبوا أكيد الجميع بيحبها، إشي مميز فعلا. ودائما يعني إحنا بصراحة في هذا العام سعيدين جدا بهاي الرعاية المميزة. في لك سؤال بجاوب عليه صح تاخذ جائزتك. نعم. جاهز يا حبيب؟ نعم نعم. يلا سؤالنا لإلك، ركز منيح فيه. صفد، سامع فيها؟ صفد. أين تقع جغرافيا في فلسطين؟ من ناحية جغرافية طبعا. هي شو قصدي طبعا؟ بس انا شو قصدي طبعا، في عندك شمال، غرب، شرق، جنوب. ما اتوقع على ما اعتقد الشمال. الشمال، شمال فلسطين التاريخي. ايوه. تأكد؟ نعم. وبنهائي. نعم. اجابتك صحيحه، اكيد شمال فلسطين التاريخي. جائزتك من شداد اخوان شركه مجمع سيد الظهر التجاري. شو بتقول لهم لشركه مجمع سيد الظهر التجاري؟ بالتوفيق ان شاء الله والامان ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. مشاهدينا متواصلين معكم، اجواء مميزه في طول كرم دائما وابدا عبر شاشتكم تلفزيون السلام في برنامج أهلا رمضان من شداد إخوان مجمع سيد الظهر التجاري، أكيد في سيلة أظهر جنين. وكما قلنا لكم وكما بدأنا هذه الحلقة من سلفيت، إن شاء الله بننهيها في طول كرم. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. تعرف عليك؟ سيلينا خروب من قلقيلي. أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ الحمد لله الله يسعدك. كيف شايف أجواء رمضان؟ جنن. هاي السنة؟ تمام، ممتازة مع دوام الجامعة. شيء ممتاز جدا اكيد. الله يعطيكم العافيه ويعينكم ان شاء الله، يكون كل الامور ممتازه. اليوم برنامجنا تحت رعايه كريمه من شركه شداد اخوان شركه مجمع سيره الظهر التجاريه. بتعرفي بعض المنتجات اللي بتعطيها هاي الشركه للاسواق مثل فريشه؟ ارز الضيافه. تمام، منتجات الضيافه بشكل عام، حتى شاي الضيافه، رزنا اصلا الضيافه. تمام تمام، كل الاحترام لك. واكيد اكيد كمان رز بسمتي، يعني منتجات مميزه من دول احسن او افضل دول المنتجه في العالم، تركيا، ماليزيا، تايوان، الصين. اهلا وسهلا. هلا فيك. نعطيك سؤال؟ تفضل. ان شاء الله بتاخذي معنا جائزه. اليرقات الى ماذا تتحول لما تكبر؟ فراشه. لا ايش؟ اليرقه شو بتصير؟ هي بتكون هي دوده، مش المفروض؟ بتكون يرقه، شو بتصير لما تكبر؟ فراشه. فراشه؟ فراشي بتطير. فراشي إجابة صحيحة. السؤال مش صعب. كنت خايفة أكيد من السؤال. السؤال مش صعب. طيب هي جائزتك، تفضلي جائزتك من شركة شداد.
جائزتك طبعا هي عباره عن ارز الضيافه اللي انت بتحبيه. هي خلينا نشوفه فقط، نشوف ارز الضيافه. هي ارز الضيافه، ساعديني. هي ارز الضيافه من شركه شداد، اكيد مميز كثير. شو بتقول لشركه شداد؟ يسلم ايديكم على هالانجاز الحلو. اكيد طبعا ومنتجاتكم كثير ممتازه. اكيد شركه شداد اخوان مميز، شركه سيره الظهر، مجمع سيره الظهر التجاريه. شكرا لك لكل عام وانت بالف خير. لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا المميزه اليوم اللي جمعنا فيها ما بين محافظتي سلفيت وطول كرم بحلقه مميزه من شداد اخوان، شركه مجمع سيره الظهر التجاريه. اكيد شفنا الاجواء بجهتين مختلفات، ولكن هي نفس الاجواء، اجواء رمضان المميزه، اجواء الهدوء، اجواء الراحه، اجواء المحبه والتالف والتسامح. شركه شداد اخوان، شركه مجمع سيره الظهر التجاريه، بكلكم كل عام وانتم بخير. منتجات مميزه في السوق الفلسطينيه من هذه الشركه الرائده والراعي الكبيره اللي دائما احنا بنفتخر ونعتز فيها ونرفع رؤوسنا فيها. كل الاحترام والمحبه لاهلنا في سلفيت وفي طول كرم، ولشركه شداد اخوان في سيره الظهر ان شاء الله دائما من التقدم ومزيد من النجاح. مشاهدينا، اللقاء بكم مع شركه شداد اخوان وشركه مجمع سيره الظهر التجاريه ان شاء الله سيتجدد. الى ذلك الحين نستودعكم الله والى اللقاء.